والنشيد الوطني يشرفني أن أترأس هذه الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي الذي أظن أنه الثاني من نوعه الذي ينظم في فاس في هذه القاعة لتدارس هذه القضية التي أصبحت شغلنا الشاغل ألا وهي مصير هذه الأراضي السلالية بعد صدور ثلاث قوانين والنصوص التطبيقية لها. هذا اليوم دراسي اليوم خصوصيته هو أنه جاء ليدرس وليعطي التوضيحات في القانون 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. هذا القانون اللي لا أذكر فيه جميع في اليوم الدراسي السابق كان مشروع والآن أصبح قانون منشور في جريدة رسمية وله نصوص تطبيقية في هذا الشأن. كبير هذا الملف لاحظنا على أن هناك بعض الانعراجات وبعض الانحرافات التي من الممكن أن تؤذي أصحاب الحقوق في حقهم في الاستغلال خاصة على هذه الأراضي. في البداية بدون أن أخذ الكلمة لوقت طويل، هناك الأستاذ سي دريسي نائب رئيس الفيدرالية الذي سيأخذ الكلمة في البداية، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة الحضور الكريم، سرور بلقائكم في هذا اليوم الدراسي المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي أن تنظم هذا اليوم الدراسي حول القانون الجديد 17/62 المنظم للأراضي السلالية، وعيننا على ما يشكل هذا الوعاء العقاري والذي يقدر بحوالي 15 مليون هكتار وما يمكن أن يقدمه من خدمات استثمارية مهمة لذوي الضفة في محله. ونجد أن هذا العقار يضم عدة فئات من المجتمع المغربي، منهم المستثمرون على الأراضي السلالية بحسن نية اشتروا حق الزينة والسطحية من ذوي الحقوق الذين تنازلوا لهم على هذا الحق واستفادوا من مبالغ مالية مهمة حسنوا من مستوى عيشهم، وذلك بعد أن عجزوا على تحسين أداء هذه الأراضي لدورها في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية بالمملكة الشريفة. وفي هذه السنوات الأخيرة أعطت الدولة اهتمام لهذا الوعاء العقاري المهم، وعلى رأسها ملكنا الهمام المنصور بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال والمهابة محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أعطى حفظه الله تعليماته السامية لتسوية هذه الأراضي السلالية. وفعلا بدأت مديرية الشؤون القروية بتنفيذ هذه التعليمات الملكية السامية، إلا أنها اختارت مقاربة أخرى مناقضة للتوجيهات الملكية السامية، إذ أقدمت على مقاضاة هؤلاء المستثمرين عن حسن نية ونعتهم بنعوت لا تليق بمواطنين مخلصين لوطنهم العزيز تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، وشعارهم الخالد الله الوطن الملك. وهنا أشير إلى مقتطف
من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، كلام صاحب الجلالة. وبموازاة ذلك يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية التي دعونا إلى تعبئتها قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي. وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها لا تكفي لنجاح هذه العملية الكبرى، بل لا بد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية، وفي نفس السياق ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى غير الفلاحية كالسياحة القروية والتجارة والصناعة المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدماً بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي. انتهى كلام صاحب الجلالة. ومن هذا المنطلق نرى أن صاحب الجلالة يعني في الخطابات ديالو السامية كاملة يعني تيشملنا كمستمرين أو كمواطنين، دائما تلقونا في الخطابات الملكية السامية لمولانا صاحب الجلالة. غير أن وزارة الداخلية في مديرية الشؤون القروية اختارت الطريق الآخر وتبعت واحد الطريق واحدة أخرى اللي مساتنا بالحق، وكان السبب باش أننا يعني نسمحوا في هذه الاستثمارات. نقدروا نقولوا هكذا رغم أننا درنا عدة نداءات باش هذه الفلوس ما تهدرش، لأن أنا تنسمي هذا هو المال العام، تنسميوها هذا هما فلوس اللي تنفقات كبيرة بزاف، تمويلات من وزارة الفلاحة، ولا تمشي هذه الفلوس هباء منثورة. ما عرفنا زعما وزارة الداخلية علاش قدمات على هذه الخطوة رغم الظروف اللي تمر منها المغرب، ظروف اقتصادية اللي هي صعيبة بزاف، وناس مستمرة بحسن نية ما عندهاش زعما ما كاينش. حنا ماشي إقطاعيين، ماشي الناس اللي تنتنعتوا بدوك النعوت اللي تنشوفوا في الجرائد اللي تتكتب علينا. وسمحهم الله بعض الصحفيين، لأن ماشي كلش ولكن تبقى دائما استثناء، ولكن معظمهم كتبوا زعما لصالح الداخلية. يعني تنقول أنا أقلام مأجورة للداخلية، تتكتب داكشي اللي بغات الداخلية. إقطاعيين الناس اللي دايرين، حنا ماشي إقطاعيين، مخير فينا عنده 10 هكتار 12 هكتار 14، السكنة كاين استثمار باين واضح، وكلشي داز على يد وزارة الداخلية بمصادقة على الوثائق اللي تصدقوا عليها، الرخص ديال الآبار، الرخص ديال واحد العدد الحجوج من الأمور. كنا تنتمناو أن وزارة الداخلية تفتح معنا باب الحوار وتشوف مع هاد الناس اللي عنده استثمار وعنده مسائل ديالو قادة وعنده رخص ديالو عطاتهم له هي، ما كان لازم زعما تقدم على الخطوة ديال الدعوة القضائية. ولا بغات تدعي 600 هكتار و700 هكتار، هذوك راه عارفاهم حتى هما، تمشي تدعيهم هما وتخلي هاد الناس عليها في الثقة. يعني تنتمنوا أنها تعاود يعني وتلتزم ويقراوا هاد الخطابات الملكية السامية بتمعن، لأن التوجيهات الملكية راها فواد، وهادشي اللي تتنزل وزارة الداخلية راه فواد واحد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقف ديالك اللي تتبناه دائما في جميع اللقاءات ألا وهو الدفاع عن حق المستثمرين، فعلا هذا الملف أصبح شائكا، لأن يمكن تنظن على أن وزارة الداخلية بدأت من واحد المنظور يمكن مبسط، ولكن في الواقع قد صدمت ووجدت على أن هناك أشياء أخرى وحقائق أخرى اللي فعلا هي مطورقة فيها الداخلية. لأنها السيد القائد عندما يعطي رخصة ولا يعطي الشهادة الإدارية فهو يتحمل مسؤوليته، لأن هذه وثيقة إدارية، والوثائق الإدارية عندها الحجية ديالها وعندها القوة ديالها. والأستاذ بنونا دابا يتكلمنا على هذا الشيء فيما بعد، وتنظن على أن دعاوى في المحكمة يمكن تؤدي لشي موقف مغاير للموقف اللي هو غادي فيه وزارة الداخلية ومديرية الشؤون القروية لحد الآن، لأن تنسمعوا سمعنا وتنظن هذا واقع، والأستاذ بنونا غادي يأكدوا لنا على أن المحاكم حكمات برفض الطلب ديال وزارة الداخلية في عدة ملفات،
وإن كان هذه الأحكام ديال الرفض فهي أحكام ستعطي تأثيرها على باقي القضايا، وتنظن على أنها كاين الاستئناف وكاين النقد والإبرام، وتنظن على أن الأمور يمكن ما تكونش بهذه البساطة اللي تصورتها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية. أعطي الكلمة الآن للسيد فريد مجاد عن جمعية سيدي يحيى الغرب الذي أتى ليطلعنا على موقف المستثمرين في هذه المنطقة، فليتفضل مشكور. أولا وقبل كل شيء كنشكر الإخوان وكنشكر الجمعية اللي تفضلات وصبرات باش تقاوم شيئا ما هذه الظاهرة التعسفية اللي جبدتها وزارة الداخلية. وكنشكر هذا الحضور. وفيما يخص احنا كمستثمرين بسيدي يحيى، يعني النهار اللي شرينا والنهار اللي تكاتبنا والنهار اللي خدينا هذيك 90 عام، وإذا خدينا على ما قصدناش باش غادي نأذيو شي واحد ولا غادي نستولاو على شي أرض ولا هادشي اللي كتقول الداخلية. احنا جينا على أساس باش نستثمروا ونهضوا شيئا ما بالقطاع، ولكن دازت مدة بسلام، جات واحد الوقيته جاو الناس ديال طوبو قال لك اودي راه غادي نحفظوا لكم ونديروا لكم ونديروا لكم، دابا تعطيونا باش نعبروا لكم الاراضي وباش نديروا هذا. راكم عارفين الاخوان كلهم دازوا في هاد الحاله هادي، وعجبنا الحال حتى اللي كان ما باغي شيء انخرط. ودازت واحد المده ديال شهر 15 بحال هكا، واذا كيتصدم الجميع. وزاره الداخليه كتدعينا كتقول لنا انتوما ناس جيتوا وتهجمتوا على ديك الارض، يعني انتوما محتلين. انا على هاد المحتلين هي اللي ما بغيت تصرف ليا حتى حاجه، انا ماشي اسرائيلي. انا مغربي ومغربي حر. والواحد كيف كيقولوا المثلى، وهذه المثلى راكم عارفينها جميع، الواحد كيموت على ولادو وعلى بلادو. انا الفلوس باش شريت هاد البركه هذه خليت فيها حياتي وخليت فيها دمي، ومشيت وخديت هذيك الارض وكانت دافز باش نستثمر فيها. حتى انا باغي ناكل خبيز ونوكل الناس معايا خبيز. ولكن جيتو نتوما كتقولوا لي انت مستعمر. احنا مغاربه كاملين حرين، احنا مغاربه كان محتاجين اللي يساعدنا. احنا كنطلبوا من جلاله الملك باش ينظر في هذا المشكل ديالنا وتحدد لينا. احنا ربما نكونوا غلطنا، ولكن اللي غلط واللي غلط بزاف هي الناس المسؤولين. انا النهار اللي مشيت كتبت انا في المقاطعه، يعني المقاطعه تابعه للداخليه منين عينها توصلنا لهذه الحاله ومنين عينها تكرفصنا. قبل ما تفكر في هذا الشيء هذا تسد هذوك المكاتب اللي كيسجلوا واللي كيقيدوا واللي كيعطيوك رخص وكيعطيو، يعني حنا من داك الشيء منين كناخذوه من الداخليه هي اللي كتعطينا هذا الشيء. طلع الكرمه نزل شكون اللي قالها لك. حنا دابا كنعاودوا وكنكرروا هذا الشيء هذا، وكنطلبوا من السلطات ترفع يدها ولا دير شي حل لهاد الناس هادو المستثمرين، ماشي مستعمرين، مستثمرين.
والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. أنتم كيف سمعتوا هذه شهادة حية الواحد منا جميع لأنها تعيش نفس المشكل واللي فعلا كما قلت قبيلة هذا أصبح مشكل حرج وإن شاء الله سيحرج حتى المسؤولين اللي جبدوا هذا الميل.